طيب حضرتك بتتكلم دلوقتي عن العالم الغربي ماذا عن النهضه التي حدثت في الشرق الـ 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 شرط حدوث النهضه في البلاد اللي نجحت في النهضه في الشرق لانه من نجح في تحقيق النهضه في الشرق عدد اقل من المجتمعات تعتبر من من يعني الأمم او الدول التي ممكن نقول انه حدثت بها نهضه حقيقيه في الشرق طبعاً اليابان هي النموذج الاول في الحقيقه والاهم يعني اليابان في القرن ال عشر مجتمع شرقي اقطاعي ويقرر التحول يقرر انه يغير طبيعة العلاقات الاجتماعية يغير طبيعة علاقته بالتكنولوجيا يغير طبيعة نظامه السياسي من الأمراء الإقطاعيين الشوغانز كما كانوا يسموا يعني اه لمجتمع اه دولة قومية مركزية بتتولى عملية تصنيع تعليم ارتقاء بالمجتمع فاليابان بتبدا ده في ما يسمى بعصر الميجي في او الميجي في, فى القرن منتصف القرن ال19 علشان 1905 تنتصر على روسيا في حرب عسكرية كبرى ويعتبر ده أحد الأحداث الفارقة اللي صنعت العالم الحديث ان هناك دولة شرقية تستطيع أن تمي تهزم أو تنتصر على دولة تنتمي إلى طب ماذا عن دولة شرقية أخرى هي في حال التقدم حالي حتى الصين؟ في الحقيقه كل مجموعه دول شرق اسيا ديا يعني الصين كوريا تايوان امتدادا الى سنغافوره بالضبط كل ده ماليزيا. في الحقيقه متاثر جدا بالخبره اليابانيه الخبره اليابانيه هي الملهمه لهذه الدول صحيح اليابان استلهمت الغرب لكن صنعت توليفه الدوله فيها بتلعب الدور القيادي آه الـ 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 هذا النموذج الهم الدول الشرقيه شرق اسيا الناجحه كوريا الجنوبيه آه، تايوان سنغافوره آه. الصين مؤخرا والصين تتحول الى اكبر عملاق آه اقتصادي اقتصاد. بنجاح مذهل آه. كلمه السر فيه هي دور الدوله زي ما دور الدوله اليابانيه كان هو كلمه السر في نجاح التجربه اليابانيه م. تجربه النهضه اليابانيه تجربه الصين وايضا تجربه كوريا وسنغافوره كلها هي تجربه الدوله النهضويه اللي بتقود عمليه الفرق اذا هنا ما بين ده وما بين النموذج الغربي هو نموذج بنيه من اسفل لاعلى هنا بنحكي عن نماذج بنيت من اعلى الى اسفل من الدوله الى طيب الـ يعني حضرتك بتتكلم على الصين على سبيل التحديد، ايه النظام اللي فيها؟ يعني بنجد احيانا في نوع يعني في من التداخل ما بين الانظمه، هي دوله شيوعيه؟ <applause> هي دوله شيوعيه اسما بالتاكيد آه لكن لا نستطيع ان احنا نقول انها دوله شيوعيه ونسكت يعني انما هو الثوره الصينيه هي قطع الحزب الشيوعي والحزب الشيوعي حكم وما زال يحكم الصين لكنه حكم الصين من اول خلينا اقول يعني لما انتصر في في 49 آه لغايه نهايه السبعينيات يعني احنا بنحكي عن حوالي 30 سنه حكم الصين بنظام شيوعي سياسيا واقتصاديا حزب واحد يحكم السياسه مصادر عليها باستثناء أيه. الحزب وايضا كل انشطه اقتصاديه ومبادرات ذات طابع اجتماعي يسيطر عليها الدوله لا يوجد قطاع خاص الى اخره لغايه ما استفاقت الصين في نهايه السبعينيات او في منتصف السبعينيات بانه أي. احنا ورا قوي احنا متاخرين جدا انه لابد من احداث عمليه اصلاح كبرى نغير بيها الوضع لانه مستوى متوسط دخل الفرد كان منخفض جدا متوسط يعني الرعايه الصحيه كان متواضع م. الى اخره فبدأ الامر باحداث قدر من الـ 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 الانفتاح الاقتصادي خليني اسميه الانفتاح الاقتصادي راس مالي رأس مالي أوه. بالتاكيد يعني ال هي ال 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 المبادرة الأولى كانت باختصار بدأت صغيرة جدا والصين بدأت ب ب ب ب بنمط أو بخطة تدريجية شديدة التدرج، أول شيء كان إنه الفلاح الصيني كان مجبر إن هو يسلم كل المحصول بتاعه إلى الدولة والفلاح الصيني ما كانش بيتعامل بالنقد تقريبا يعني هو بيسلم محصوله وبيحصل على احتياجاته من الدولة الفلوس مش موجودة النقد النقود دي ما هيش موجودة في الموضوع لغاية ما قررت الدولة أول, أول إجراء إصلاحي أنه للفلاح أن يحتفظ بجزء من محصوله ويبيعه في السوق فلأول مرة ظهر مفهوم السوق في الصين ما كانش في سوق كان في دولة تنظم كل عمليات التبادل عبر عمليه تخطيط مركزي محكمة لكنها في الحقيقة فاشلة يعني لأنها لا تدفع المجتمع للأمام فبدأت عملية تراكم الثروات بدأ السوق بدأ يبقى في طريقة موضوعية لتحديد الأسعار هو ده بالسين ولا بصاد قيمته إيه بالظبط يعني حصل حضرتك مثلا بتقول شيء مهم جدا جدا